إذن بعد قيام الاتحاد بأقل من 5 أعوام تشكلت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتشكل درعا يحمي الوطن برا وبحرا وجوا. نتعرف على تاريخ إنشاء القوات المسلحة الإماراتية في التقرير التالي. قوة دفاع أبوظبي، قوة دفاع إمارة دبي، الحرس الوطني لإمارة الشارقة، القوة المتحركة لإمارة رأس الخيمة. هكذا كانت القوى العسكرية لكل إمارة من إمارات الدولة بعد الاتحاد، ولكنها كانت مستقلة. وكما وحد زايد الخير طيب الله ثراه إمارات الدولة عام 1971، استطاع أن يوحد تلك القوات العسكرية لتكون تحت قيادة واحدة. في 6 مايو عام 1976، فكانت القوات المسلحة لدولة الإمارات بكل أركانها الجوية والبرية والبحرية. ومنذ ذلك اليوم أصبح للقوات المسلحة مكانة كبيرة بين الدول، ففي العام ذاته من إنشاء القوات المسلحة شارك الجيش الإماراتي ضمن قوات الردع العربية في لبنان أثناء الحرب الأهلية وحتى عام 1979، كما شارك جيش الدولة في حرب تحرير الكويت خلال حرب الخليج في عام 1990 وحتى 1991، وكذلك ضمن قوات المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحدة في عملية إعادة الأمل في الصومال في الفترة ما بين 1993 و94، بالإضافة لمشروع تضامن الإماراتي لنزع الألغام من جنوب لبنان بين عامي 2001 و2003. ولا تقتصر مشاركات القوات المسلحة في الجوانب العسكرية فقط، بل تمتد للدعم والإغاثة، كالمشاركة في إغاثة الشعب الأفغاني ضمن عملية رياح الخير، وإغاثة الشعب الباكستاني من الفيضانات، وكذلك إغاثة الشعب الليبي من الحروب الداخلية. وها هي دولة الإمارات تثبت قوتها العسكرية بمشاركتها ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن الشقيق، ليس باستخدام العتاد العسكري فقط، بل باستخباراتها ودعمها الفني، والأهم من كل ذلك بجنود خاطروا بحياتهم وسالت دماء بعضهم في سبيل دحر أهل الفتن وإعادة الأمن لليمن. وإذا كانت الدول تنفق المليارات لشراء الأسلحة من دول عظمى، فالإمارات لا تشتري فقط، بل أصبحت منتجة لبعض المعدات العسكرية لتكون مبعث فخر بعقول أبنائها الذين يخدمون بلادهم. ومثال على ذلك طائرة يونايتد 40 بدون طيار التي أنتجتها الإمارات واشترتها منها روسيا البلد المنتج للأسلحة. إذن هكذا تثبت الإمارات يوما بعد يوم تقدمها في شتى المجالات. وإذا كانت قد تقدمت في المجال العسكري فلأنها تقدمت قبل ذلك بعقول أبنائها وارتقت بهم ليرتقوا بها.